الاطلاع على آخر المستجدات حول الوضع في الجرجرات، نتابع وإياكم مشاهدينا مراسلة بعثة قناة ميدي أن تي في من هناك الزميلة النعمة ماء العينين بعدسة الزميل فيصل أبروش. منذ صباح اليوم هذا اليوم ونحن في منطقة الجرجرات، نحن الآن نتواجد في المنطقة العازلة الرابطة ما بين المعبر الحدودي معبر الجرجرات والنقطة الكيلومترية 55 في شمال نواذيبو، يعني الحدود الموريتانية. الوضعية جد طبيعية، حركة انسيابية بشكل سلس وآمن بعد يعني الحزام الأمني الذي أقامته القوات المسلحة الملكية بقيادة الملك محمد السادس. يعني هنالك عدد كبير من الشاحنات التي وفدت من موريتانيا نحو المغرب، وفي يعني إحصائيات رسمية حصرية تحصل عليها ميدي أن تي في منذ إلى حدود الساعة 7:30 من مساء يوم أمس دخلت إلى الأراضي المغربية 260 شاحنة لنقل البضائع، كما انطلقت من المملكة المغربية نحو الأراضي الموريتانية وباقي الدول الإفريقية حوالي 61 شاحنة دولية لنقل البضائع. كما هو خلفي هنا معبر الجرجرات يبعد عني حوالي 4 كيلومترات، شهد حركة يعني جد مهمة هذه الأيام، يعني تنقل الشاحنات نقل البضائع من المعبر الحدودي الجرجرات إلى المعبر الحدودي الموريتاني الذي نتواجد نحن قربه كما ستظهر ذلك الصور. يعني منذ تأمين هذا المعبر هنالك حركية كبيرة، يعني توقفت الحركة لمدة حوالي 3 أسابيع، لكنها اليوم تستعيد حركتها بشكل طبيعي. وكما نشاهد خلفنا نوجد الآن في النقطة الكيلومترية 55 وهي المعبر الحدودي الموريتاني الذي آخر نقطة حدودية موريتانيا في نحو الحدود المغربية. يعني في هنا مرت حوالي 61 شاحنة قادمة من موريتانيا نحو معبر الجرجرات، وكما نشاهد إذا كانت الصورة واضحة هنالك مجموعة من الشاحنات التي تنتظر الدخول إلى الأراضي الموريتانية ومن هناك إلى الأراضي إلى باقي البلدان الإفريقية. نحن منذ مدة استقينا والتقينا العديد من سائقي الشاحنات من جنسيات مختلفة من موريتانيا، من المملكة المغربية، وكذلك من العديد من البلدان الإفريقية وخصوصا السنغاليين. كلهم يشيدون بهذه الخطوة الجبارة التي اتخذتها المملكة المغربية والقوات المسلحة الملكية بقيادة الملك محمد السادس. يعني توقف حركة النقل في هذا المعبر الحدودي ليس فقط بين المغرب وموريتانيا، بل بين أوروبا وإفريقيا، بين المغرب وباقي البلدان جنوب الصحراء، بلدان الإفريقية الأخرى. عودة لسؤالك أخي نوفل من أجل إعطاء تفاصيل أكثر لمشاهدينا، الحركة جد بسيطة وجد عادية، وكأن ميليشيات البوليساريو لم يكن لها وجودا يوما ما في هذا المعبر، خصوصا بعد هذا التأمين الكبير والحزام الأمني لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة. ربما تدخل البوليساريو إلى رقم جينيس في الأعداد الأخبار الزائفة. نحن نتواجد هنا ويقول المثل ليس كما رأى كمن سمع. نسمع في على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لعناصر البوليساريو هجوم على الجرجرات. نحن الآن في الجرجرات ونراسلكم من الجرجرات من المعبر الحدودي. إذن هي حرب إعلامية مغرضة يريدون بها يعني تصريف الأزمة التي يعيشونها. لا وجود في المعبر وخصوصا في المعبر الحدودي الجرجرات لأي إطلاق نار. نحن نمر بسلام كما تمر الشاحنات نقل الدولي بسلام. المعبر مؤمن 100% بسواعد القوات المسلحة الملكية. هنا بموريتانيا تنطلق الشاحنات ومن شمال يعني بالمملكة المغربية تنطلق الشاحنات بكل أمن وأمان، بكل سلم وسلام، لأن المنطقة الآن هي منطقة آمنة للعبور الآمن للأفراد وللشاحنات نقل البضائع الدولية التي تربط المملكة المغربية كما قلت دائما والشقيقة موريتانيا. هذه المعبر يعطي حركة اقتصادية مهمة، تعود عادة الحياة إلى الطريق الوطني رقم 1، خاصة من النقطة 40 من شمال مدينة الداخلة إلى المعبر الحدودي.